في نقطة هنا مهمة بقولها، الدولة النهاردة بتنفذ مشروع يعني أنا بقوله إن شاء الله، ويمكن فخامة الرئيس أشار إليه، مشروع حياة كريمة. لا توجد دولة على العالم في العالم كله بتنفذ مشروع بهذا الحجم، وتوجيهات سيادته إن إحنا نسرع كدولة تنفيذ هذا المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة. الدولة بتصرف مئات المليارات، يعني إحنا بنتكلم على 700 مليار جنيه عشان نحسن وجه الريف المصري. الدولة النهاردة بتتصالح مع المواطن اللي بنى قبل كده وأبسط إجراءات وبأرقام اللي المواطن نفسه ارتضاها وقال عليها، لكن عايزين بقى كفانا بناء على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي. الدولة لن تسمح مرة أخرى، وأرجو دي تبقى الأمور واضحة، وتوجيهاتي للسادة المحافظين والسادة مدير الأمن وكل الجهات المعنية، أي بناء جديد يتم التعامل معاه بمنتهى الصرامة والشدة، والتعامل معاه بمنتهى الحسم والإزالة الفورية ليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع من يشرع في اتخاذ هذا الإجراء.